OSBF Multi Area. Multi Area هو أن يكون عندك أكثر من أريا، بشرط أنه أي أريا لابد تكون متصلة بالباكبون. فمثلا نجعل المنطقة هذه الباكبون يعني أريا زيرو. بعد كذا أي أريا تبغى تنشئها، مثلا تبغى تنشئ أريا وان، أريا وان مثلا تكون هذه المنطقة، لابد تكون متصل بإيش؟ بأريا زيرو اللي هي الباكبون. هذه أريا وان الآن، هنا أريا زيرو. تبغى تنشئ أريا أخرى ولكن أريا تو، وهذه أريا تو الآن كذا، هذه أريا تو، لابد تكون أريا تو متصلة بإيش؟ بالباكبون. يعني الشرط إنه أي أريا غير الأريا زيرو لابد تكون متصلة بالأريا زيرو. فما ينفع إنك تجي وتجيب راوتر ثاني هنا وتقول هذه أريا 3. ليه؟ لأنها ما هي متصلة بالباكبون. ولكن إذا اضطررت للشيء هذا ففي حل لهذا الموضوع راح نناقشه في فيديو مستقل بعد الفيديو هذا إن شاء الله. طيب الآن راح نشوف كيف نسوي الكونفيجريشن للOSBF Multi Area. فيه موضوع مهم إنك تعرفه، إذا سويت Multi Area فيه راوتر يكون اسمه Area Border Router. Area Border Router معناته الراوتر اللي يكون واقع في منطقتين، واحدة منهم أريا زيرو والأخرى مثلا أريا وان. فواضح الآن إن عندي اثنين ABR اللي هو Area Border Router، اللي هو راوتر 2 راح يكون ABR وراوتر 3 راح يكون ABR اللي هو Area Border Router، لأنه حدودي. مش معنى حدودي يكون منفذ منه على أريا زيرو ومنفذ آخر على أريا أخرى. طيب نبدأ الآن بالإعدادات، نشوف الإعدادات الآن هنا لراوتر 1. طبعاً راح نسمي الراوتر راوتر 1. الانترفيس جيجا 00، الشبكة 1.1، لاحظ على 30 هنا نو شت داون. بعد كذا راح نسوي 2 لوب باك. بعد ما سوينا 2 لوب باك نجي الآن للإعلان عن الشبكات بالراوتر OSBF 1. لاحظ هنا النتورك المتصلة بين راوتر 1 وراوتر 2، وهنا النتورك اللي هي ماذا؟ اللوب باك. لكن ركز هنا اريا 1 اريا 1 اريا 1، لماذا؟ لان راوتر 1 كله واقع على ايش؟ كل المنافذ تبعه على اريا 1. فنجي ناخذ الاعدادات هذه الان ونضعها في الراوتر 1. احنا الان سوينا الاعدادات لراوتر 1، نيجي الان لراوتر 2. لاحظ راوتر 2 المنفذ جيجا 00 يكون على اريا 1، بينما اللوب باك وجيجا 01 هيكون على اريا 0. ففي ثلاث منافذ على اريا 0 ومنفذ واحد فقط على اريا 1. فاسم الراوتر هيكون راوتر 2، هنا جيجا 00 المتصل براوتر 1، وهنا جيجا 01 المتصل براوتر 3 لان هذا راوتر 2. بعدين في 2 لوب باك، طبعا 2 لوب باك هذه راح تكون على اريا 0. لاحظ في الOSBF انه الشبكه 1.0 هذه اريا 1 لانها متصله براوتر ايش؟ 1، وراوتر 1 على اريا 1، باقي المنافذ على اريا 0. فهنا واضح ان الراوتر راح يكون اي بي ار، راح يكون الراوتر 2 اي بي ار لانه يحتوي على اكثر من اريا.
كذا خلصنا الآن من إعدادات راوتر 2. نجي إلى راوتر 3. لاحظ راوتر 3 نفس الطريقة اللي سويناها على راوتر 2 لين جزء منه على راوتر على اريا 2 اللي هو المنفذ جيجا 01، باقي المنافذ على اريا 0. طبعا راوتر 3 هنا جيجا 00 هذا متصل براوتر متصل براوتر 2، جيجا 01 متصل براوتر 4 اللي هو اريا 2، في اثنين لوب باك هتكون على اريا 0. لاحظ الاوس بيف هنا ايش حصل هنا البير راوتر 2 و 3 على اريا 0، المتصل براوتر 4 هنا على اريا 2، اللوب باك على اريا 0 برضو، هذا هيكون اي بي ار راوتر، هو راح يكون من وحده اي بي ار راوتر لانه واقع على منطقتين، انت ما يحتاج تسوي اي شيء. احنا كده خلصنا من اعدادات راوتر 3. لاحظ راوتر 4 الان، راوتر 4 الان بالكامل على اريا، هيكون على اريا 2 اسمه راوتر 4، طبعا منفذ جيجا 00 وهذه الشبكه تبعه، الاثنين لوب باك عليه، لاحظ كله على ايش اريا 2، اذا هذا ليس اي بي ار، ليس راوتر حدودي. الآن تعال تأكد فقط، المفروض الراوتر 2 يكون عنده كم نيبر؟ 2 نيبر، وراوتر 3 يكون عنده 2 نيبر. هنيجي الآن لراوتر 2، شو اي بي او اس بي اف نيبر، لاحظ عنده راوتر 3 وراوتر 1، فعلا هذا النيبر تبعه. راوتر 3 المفروض يكون عنده 2 نيبر اللي هو راوتر 2 وراوتر 4. شو اي بي او اس بي اف نيبر. ولاحظ الراوتر اي دي اخذ اللوب باك، لان اللوب باك مفضل على ايش؟ الفيزيكال. برضه هذه معلومه جيده سبق ان ناقشناها. طيب بقي الان كيف اتاكد ان الراوتر حدودي ام لا؟ تعال نفذ معي الامر شو اي بي بروتوكول هنا، لاحظ ما في شيء يوضح هنا ان الراوتر حدودي، لكن تعال نفذ نفس الامر على شو اي بي بروتوكول. It is an area border router. It is an area border router. لاحظ في راوتر 1 ما قال ايش العبارة هذه، ما ذكرها بعد ايش بعد الراوتر اي دي، هنا ذكرها بعد الراوتر اي دي. It is an area border router. في راوتر 3 نفس الطريقة شو اي بي بروتوكولز، لاحظ it is an area border router. اما راوتر 4 لا ما راح يذكرها لانه ما هو اي بي ار، شو اي بي بروتوكول، ما راح يذكر انه لانه ليس اي بي ار، فالاي بي ار هو راوتر 2 وراوتر 3 زي ما احنا شايفين فعلا انهم واقعين بين تو اريا، واحده منهم الباك بون. فباختصار لاحظ الان معي هنا الاريا الباك بون، هنا الاريا الباك بون، كذلك الاريا الثانيه اللي هنا هتكون مثلا اريا ايش؟ اريا 2، وهنا ايش؟ اريا 1. فكذا قسمنا
الاس بي اف الى اكثر من اريا, واي اريا غير الاريا وكل اريا لابد تكون متصله بايش بالاريا زيرو اللي هي الباك بون اريا باك بون. طيب نيجي الان للراوتر 1 نشوف الراوتينج تيبل شو اي بي الراوت. ركز معاي هنا, جميع الشبكات تعلمها من ويش؟ من اريا مختلفة, لذلك بيقول لك او اس بي اف انتر اريا, كلها انتر اريا. انتر اريا اريا داخلية. فلما شايف هنا جايب لك الرموز او اس بي اف انتر اريا, هذا معناته اي اي. لكن راوتر 2 شو اي بي راوت, تلاحظ انه الشبكتين اللوباك طبعا من نفس الاريا, لذلك فقط مذكور رمز الاو لانها او اس بي اف اريا او اس بي اف عادي. لكن اللي جايته من اريا غير الاريا اللي هو عليها, غير الاريا اللي عليها الراوتر, فبيقول لك ايش انها او اي اي. طبعا بالنسبه لراوتر 2 اي شيء على اي شيء جايك من اريا 0 او اريا 1 لان الراوتر 2 اي بي ار فيعتبره او. لكن اذا جت اللي جايه من اريا 2 لان راوتر 2 غير متصل باريا, راوتر 2 غير متصل باريا 2, لذلك اعتبرها او اي اي انتر اريا, فاعتبرها انتر اريا زي ما انت شايف هنا. وكذلك اللينك اللي بين 3 و 4 برضو او اي اي انتر اريا, وهكذا مع راوتر 3. اما راوتر 4 فيشوف الشبكات كلها ك او اس بي اف انتر اريا. وهذا ببساطة اعدادات الاو اس بي اف كملتي اريا. ولاحظ عندنا راوترين يكونون ايش اي بي ار اي بي ار, فيكون عندنا الراوترين هم الـ ABR اللي هو راوتر 2 وهيكون ABR راوتر يعني اريا بوردر راوتر, وراوتر 3 هيكون ABR لانه واقع في اريا اريا 0 هنا اريا 0, اما هنا هيكون اريا 1, وهنا زي ما اتفقنا هذه هي اريا 2. فالاي بي ار راوتر هو راوتر 3 وراوتر 2 في هذا السيناريو. انا ركزت على الاي بي ار لان الاس بي اف له انواع من الراوترات. بعد ما نتقدم في الفيديوهات نحتاج الراوترات هذه على اساس في بعض الخصائص والفيتشرز اللي في الاس بي اف, راح نناقشها بمعرفه ان هذا مثلا راوتر اي بي ار وهذا راوتر كذا. وان هنا ان شاء الله ان وصلنا الطريقه الصحيحه لاعدادات الاس بي اف ملتي اريا.